الديس المكلا وصلنا إلى فقرة لهجتنا. اليوم بنعطيكم كلمة تقال في محافظة البيضاء، تحية لأهل البيضاء من هنا من المكلا. الكلمة تقول أي شيء؟ معاكي. ما معنى معاكي؟ إيش معناها؟ ننزل للشارع ونسأل ما معنى معاكي. تابعونا. معاكي إيش معناها؟ معاكي إيش معناها؟ إيش اللهجة من البيضاء؟ معاكي. أيوه هم يقولوا سيارة كذا وهذا يقولوا معاكي. إيش العاكي؟ يعني بروح معاك. لو سمحت. يعني بروح معاك. بروح معاك في السيارة. معاكي يعني معاش يعني معش يعني معش. يعني معك يا مثل معاش يعني يا بنت. بنت يعني معاش يعني حاجة معاش هذه. يعني معاكي. قديم معاكي. عاكي. يعني حاجة معكية ولا كيف؟ لا لا. معاكي ما معناها؟ معاكي تقول في محافظة البيضاء. والله ما أعرف. معاكي ما أعرف. معاكي. ما أعرف والله. معاكي. معاكي. إيش معك؟ آخر كلام. يلا لا. معاكي ما معناها؟ معاكي. إيه معاكي. اتركني. ها؟ اتركني. اتركني. لا. أعطيك لهجات تقال في محافظة البيضاء. كلمة. معاكي إيش معناها؟ معاكي. هذا سؤال أول مرة. إم هو شوف يجمعوا بين الإم إم سيارة إم كذا وهذا إم عاكي. إيش العاكي؟ تعال والله إيش عاكي. شكرا لك. إم عاكي ما معنى إم عاكي؟ والله العاكي يعني إيش العاكي سكريت تقول العاكي والله ما أدري. الله يفتح عليك. حياك الله العظيم. إم عاكي إيش معناها؟ معاكي معنا الملخبط. هذه كلمة تقال في بالله في اللهجة البيضانية. العاكي ما هو العاكي؟ العاكي يعني الحنبة في حاجة حنبة كده محنوبة يعني محنوبة العاكي. معاكي إيش معناها؟ ممكن نستعين بصديق. استعين بصديق. من هو الصديق؟ يقرب لك؟ يقرب لي. أي شو؟ معاكي. هي قريبة من لهجة إن معكة وزي كذا فهمت يعني إنها الشغلة ملخبطة كذا. ملخبطة. يمكن قريبة منها. زي البلاد ملخبطة. معاكي معاكي يعني معكة معكة يعني متعكة. معاكي. معاكي. شوفهم يقولوا إم سيارة إم كذا إم كذا يضيفوا الإم إم في بيضاء وفي غير البيضاء لكن العاكي إيشو إم عاكي. ام عاكي. ايوه اظن الله اعلم الدخان. ها الدخان 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 بالصوب الدخان دخان. اي دخان. لا الدخان هذا حق الحريق. ها ها نات من الحريق. انا قد شفتك تجري من هناك بتخب من هناك. يلا شكل عشانك. علشاني ولا عشان السؤال الجايز عشانك عشان اشوفك انت. الله يحفظك ويبارك بتشوفك العافيه. اياك. ايش العاكي؟ الدخان. الدخان. الدخان ايوه النات من الحريق. الدخان. ايش اسمك؟ عمر أحمد. عمر أحمد اعطوني الجائزة. يا عمر أحمد معاكي هي الدخان صح. حصلنا على الإجابة السليمة أعزائي المشاهدين من هنا من الديس مع المكلا محافظة حضرموت. معاكي الدخان. الدخان في محافظة البيضاء. تحية من هنا من حضرموت إلى محافظة البيضاء. حييهم حييهم. إذا الجائزة مبلغ 40,000 ريال مبروك عليك الجائزة.